تضرب الأولى ثم الثانية فالثالثة والرابعة. الجميل في الخبر أن خطوط دفاع النظام والميليشيات الشيعية متعددة الجنسيات انهارت في الساعات الأولى ولا مجال لحصر خسائرهم من قتلى وأسرى. أما السيء في الخبر للنظام وميليشياته أن 40 مفخخة لا زال منها 36 في الانتظار. أو معركة لفك الحصار فقط، إنما لتحرير حلب بالكامل بإذن الله. معركة حلب الكبرى لا يبدو أنها تقتصر على عملية فك حصار وحسب، بل تسعى وفقا لتصريحات قادة الثوار والتجهيزات التي سبقت إطلاقها لتحرير كامل المدينة من النظام وميليشياته. ومع الحظر الجوي القصري الذي شل طائرات العدوان الروسي، يسيطر الثوار سريعا على ضاحية الأسد، خط الدفاع الأول للنظام والواقعة على الطريق الدولي جنوبي غرب المدينة، وقبلها مناشر منيان ومعمل الكرتون وحاجز الصورة. هنا تدخل المعركة مرحلة ثانية تهدف للسيطرة على الأكاديمية العسكرية، أحد أقوى حصون النظام في القسم الغربي لحلب، والتي قد يعني سقوطها انهيار قوات النظام في منطقة حلب الجديدة وسقوط المشروع 3000 شقة عسكريا بعد تطويقه من 3 جهات، خصوصا أن الجزء الأكبر من مشروع 1070 شقة بيد الثوار. انطلاق المرحلة الثالثة يهدف وفق قادة عسكريين للتوجه شرقا حيث مقرات النظام وميليشياته في حي الحمدانية ومنطقة الصباغ وأطراف الراموسة الملاصقة بدورها لأحياء صلاح الدين والعامرية وبستان القصر المحاصرة. إلا أن المعركة هنا قد تأخذ شكلا مختلفا يتميز بحرب الشوارع نظرا للأبنية وتداخلاتها.